السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج السينكرو في منه 3 إصدارات، في منه سينكرو اوبن فيور، وده بيبقى ان انت هتفتح الملف وتشوفه، تقدر تشوف الجدول، تقدر تشوف الريسورس مانجمنت، تقدر تشوف الريسك بلاننج اند مانجمنت فيور، بس ما تقدرش ان انت تعدل. تقدر من خلاله برضو ان انت تعمل 3D CAD انتجريشن، تقدر تعمل 3D PDF اكسبورت، تقدر تخرج ملف PDF، تقدر تشوف ال 4D سيموليشن اند فيو بورد. ده ممكن في الاداره العليا او هتعرض للناس حاجه ومش محتاج ان انت تعدل. في نسخه ثانيه بيبقى مركز على السكادولر، بيبقى فيه ان انت ادفانسد سي بي ام سكادولر، في الستاندرد اند كاستم ريبورت، اوبن كلاود هوست 4D بروجكت. النسخه بقى المفروض ان احنا كلنا بنركز عليها او كلنا بنشتغل عليها سكادول 4D برو، ده بيديني ان انا اشتغل على كل حاجه بقى، السي بي ام سكادول، الانتجريشن بين البرامج المختلفه، يقدر يعمل امبورت و اكسبورت، تقدر تعمل امبورت 3D فروم 40 فايل تايب، انواع كتير جدا، 40 نوع من الملفات. تقدر تضيف 3D موديل فروم اي توين واي موديل، وده تبع شركه بنتلي اللي اشترت السينكرو، ففي بينهم انتجريشن كبير. تقدر تخرج ملف PDF، وتقدر تعمل ريل تايم 4D سيموليشن اند فيور، في انتليجنت لينك فور وات اف اناليسز، فريسك بلاننج اند مانجمنت تقدر ان انت تعدل فيه مش مجرد ان انت تشوفه، في اوبن كلاود هوستد 4D بروجكت. فدول الثلاث انواع اللي احنا ممكن نشتغل بيهم في السينكرو. ف ممكن تلاقي نفسك نزلت بالخطأ السينكرو سكادولر او السينكرو اوبن فيور، وتلاقي حاجات كتير مش فعالة ومش عارف ليه، ده السبب.